نعم، إلى حد ما تستفيد أنقرة من رمادية موقف واشنطن، ولكن هو ليس الموقف رماديا في واشنطن على كل الأحوال. يعني الذي يحدد يعني سياسة أمريكا في شرق المتوسط هو مصالحها، وفيما يتعلق بالمصالح فنحن نتحدث عن النفط والطاقة، ويجب أخذ بعين الاعتبار أحد أهم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة التي هي إسرائيل. لا أعتقد أن الضبابية أو رمادية الموقف تساعد أنقرة أو تضعفها، ولكن الآن وفي هذا التوقيت بالذات، ونحن في يعني حملة، يعني في سنة انتخابية واقتربنا على انتخابات الرئاسية الأمريكية، فلا أعتقد أن هناك يعني موقف واضح سيكون تجاه شرق المتوسط. سأعود إليك لاحقا.